يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، متواصلين في مشوارنا الصباحي، وهذه المرة سنذهب وإياكم إلى الرقص المعاصر والجميل الجميل جدا من اللقطات الرائعة والتي تأخذنا في خيال أجمل وأجمل بكثير مما هو عليه في الواقع. تعلمت الباليه منذ الصغر وحازت على شهادات عليا في الرقص والتربية، وتميزت في الرقص الكلاسيكي والحديث، حازت على عمل للرقص والحركات المتنوعة والمتعددة، حاولت في مشاريعها أن تدمج ما بين الرقص الحديث مع الرقص الشرقي والموسيقى العربية. كذلك أسست مدرسة الباليه وفرقة الأمل التي شاركت في عدة مهرجانات وحصلت على شهادات تقدير عدة، عملت في المدارس مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجت عن طريق الرقص والحركة بينهم وبين الطلاب العاديين، نظمت وصممت حفلات راقصة عديدة للمدارس في مناسبات عدة. كما تعينت كمرشدة لمعلمي الرقص رقص الباليه العرب في البلاد، وصممت لوحات فنية عديدة ومسرحيات راقصة لفرقة الأمل، شاركها فيها العديد من المخرجين والملحنين المحليين، وشاركت في ورشات في داخل هذا الوطن وخارجه. هي المدربة ومصممة الرقص السيدة وداد عطلة، مديرة جمعية الأمل للرقص المعاصر في الناصرة، رفقة بالمتدربة كاترينا إشحادي. يسعد صباحكم. صباح الخيرات. يعني التاريخ ما شاء الله حافل بالإنجازات، ودائما نتمنى أن تواكبك هذه الإنجازات، لكن نتحدث عن البداية، متى كانت البداية ولماذا اختيار هذا النوع من الفنون؟ البداية كانت بالطفولة، كان حلم أن أكون راقصة باليه. بوجودنا بالناصرة ما كانش في معلمين عرب، وكنت مضطرة أسافر بريت البلد، وكان هذا إشي مستحيل. فضل هالشغف وهالحلم معي حتى قدرت أتابع تعليمي، ولعدة أسباب ما قدرتش أكمل بمجال الرقص كمنضمة لفرقة محترفة، فقلت اللي ما قدرتش أعمله لإلي بعمله لأولاد بلدي، ومن هون بلشت الطريق. طب خلال هالرحلة، ويعني إنه الاضطرار للسفر للحصول على هذا المجال، في صعوبات تمت مواجهتها؟ يعني الصعوبات كانت منذ البداية بأنه ما في عرب في هذا المجال، فكيف الصعوبات الأخرى واجهتيها؟ الصعوبات كانت وما زالت طبعا، بس تتغير مع الانجازات اللي بتصير. الصعوبات الاولى كانت عدم تقبلنا المجتمع العربي لرأس الباليه، وعدم ايماننا بقدراتنا كعرب. احنا دائما بشكل عام اذا بيجي حدا من برا بعلم من امن فيه، صعب علينا نامن بحالنا، فهي كانت الصعوبه الاولى. الصعوبة الثانية انه اقدر ابلش باني اعلم واحافظ على استمرارية رقص الباليه، بيحتاج اقل اشي ل 14-15 سنة رقص حتى الراقص او الراقصة يكونوا راقصين. فالاستمرارية كانت تحدي حقيقي، انه نشوف بالاخص بنات يكملوا بجيل 15-16، كانت تحديات كبيرة مع المجتمع، مع الناس، مع الفكر. والحمد لله نجحت، ونجحنا مش نجحت، لأنه دايما في إحنا مجموعة فريق. إحنا فريق دايما. الطالبات اللي كانوا 4 سنين اليوم هن متخرجات من المعاهد العليا والجامعة، وحصلت على اللقب الأول والثاني في تعليم الرأس والتربية أو التصميم أو غيره، ومستمرين. يعني رح نتحدث عن بعض التحديات، لكن ننتقل لكاترينا شحادي. كاترينا، أنت متدربة في هذا النوع من الرقص، ليش اخترتي في البداية رقص الباليه؟ من وأنا صغيرة أول إشي أمي فوتتني دورة، كانت هاي بالمدرسة، بديت فيها كملت سنة سنتين، بس خلال السنة لاحظت إني مش عم بتقدم، بس أنا حبيته وصار جزء لا يتجزأ من حياتي، حبيت إني أكمل بهذا المجال. فتوجهت لأمي وقلت لها، قالت لأمي إنه في مجال أكيد إني أدور لك على محل تاني اللي أنت من خلاله تتطوري ونقرت فعب فيه. فتوجهت لمعلمة وداد وفيها عندها تأسست، وكان يعني كتير فرصة حلوة، تعلمت خلالها الرقص وهي أسستني وحبيتي هذا المجال. طب كاترينا، ساعات الفراغ يعني بدون الذهاب للمعهد في البيت، هل دائما تدريب وتطوير في قدرات الرقص في الباليه؟ كتير كتير، يعني لما ألاقي وقت فاضي بقعد أنا مع حالي أرقص، يعني
بحط موسيقى بصير اعمل عليها حركات. الاشي انه مش بفكر فيه دغري، عندي وقت فاضي بتوجه تتفاعلي مباشره كثير. طب استاذه وداد، يعني نرجع لطبيعه في كل مهنه هنالك شروط معينه او هنالك مؤهلات معينه يجب ان تتوفر في الشخص الذي ينخرط بهذا المجال. يعني رقص الباليه احنا عاده بنشوف في قالب معين، النظره النمطيه هو بالنسبه لل النحافة والسمنة، وبالنسبة أيضا لطبيعة الحركات اللياقة. يعني إيش بالضبط فعليا لو السادة المشاهدين حبوا إنهم أولادهم أو بناتهم ينضموا لمثل هذا النوع من الرقص، خاصة وأنا بركز إنه في هذا الموضوع جندر، يعني ذكورا وإناثا، إيش بالضبط اللي الشروط اللي من الأساس اللي التهيئة للأطفال إنه تتوفر فيهم ونركز عليها؟ أول إشي في جانبين جدا مهمين. الأول في ناس اللي بتحب إنها تحترف المجال وتكمله، وفي ناس اللي بتحب إنها تمارسه محبة بإنها تمارسه. ومفروض الرأس يعطي جواب للجهتين. فبالمرحلة الأولى لازم اللي بده يرقص يحب يرقص، يحب يتحرك، يحب يسمع موسيقى، يكون عنده شغف. ما فيش حاجة يكون ضعيف أو ناصح، فيش حاجة يكون عنده ليونة في البداية. لقدام بلش يتعلموا، بتطوروا هني هاي المهارات من خلال الدروس اللي بيعملوها. لازم تتطور الليونة، العضلات الجسم، يتطور التقنيات اللي دين يتعلموها إذا كان في الباليه الكلاسيكي أو الحديث أو الجاز وغيره. وأهم إشي يكون عند الموهبة، بدون موهبة بيقدروا يتعلموا 12 و13 و20 سنة بس ما بيقدروش يقدموا الشيء الجميل. مش رح يقدروا بدون موهبة. طيب يعني بدنا نروح للرغبة والرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها. يعني اكيد من خلال هذا في صعوبات، في مشاق، في واقع صعب، ممكن نظرة مجتمعية كذلك صعبة. الرسالة كيف حاولتوا انه توصلوها للمجتمع، وشو بيعني لكم مثل هذا النوع من الرقص؟ في عدة رسائل، هي مش رسالة واحدة بس. بالمعنى الأول تعني تطلع على التاريخ أو على الحضارات، بتلاقوا إنه الحضارة الفن بيعكس الحضارة. يعني إذا بتقولي اسم بلد بدك تقولي مين الفنان اللي بيطلع من البلد. فالفن والثقافة هن اللي بيعلوا مستوى المجتمع تبعنا. فموجود تعليم رأس الباليه هو إشي اللي بدعم كل المجتمع لأنه يطلع، لأنه يكون في رقي، وهو كمان سفير بريت البلاد. يعني إحنا مثلنا شهر راجعين من فرنسا في عرض هناك، وكنا سفرة لفلسطين هناك. دايما الفن هو رسالة صحيح، وبتعلي المجتمع. من الناحية الثانية العملية اللي بنشتغل عليها، انه يجوا تعال نقول اكثر البنات والاناث، ان يكون في لهن اطار ومدرسه بساعات العصر وبالليل اللي بتجمعهن. في البنات الصبايا بتعلموا حوالي 7 ساعات في الاسبوع بشكل اسبوعي، وبحتى بايامات الفرص انك تلاقي اطار فني ثقافي مهني يجمعهن. تنين انهن يتعاملوا مع جسمهن بمحبة ومع احترام، ومع انهن يقووا ويطوروا عضلات الجسم وجمال الحركة اللي فيه. ثلاثة، هذا بساعدهن على الثقة بالنفس، بساعدهن على الخيال الواسع. والرأس الكلاسيكي فيه راحة، فيه روح، يعني للروح في لغة تانية. مثل قصيدة الشعر تقريبا، يعني كل يعبر بطريقته عن المكنون الداخلي، ممكن برقصة، ممكن بقصيدة، أو نسمة، وحتى يعني رسمة، والعديد من الأمور التي خالد من الممكن أن نعبر من خلالها. والرقص هو أداة تعبيرية، وأنا بشوفه بالنسبة لي مريح جدا. يعني مش بس أداة تعبيرية، مثل ما قالت الأستاذة وداد، هو فيه روح أخرى وعالم آخر تتفاعل مع هذا النوع من الفنون. كاترينا، يعني اختيارك لرقص الباليه طبعا كان هو رغبة ومحبة في هذا المجال، لكن مدى التزامك سواء بالذهاب، ضحكة الأستاذ وداد يبدو أنه في شيء على التزامك بالذهاب لحضور هذا مثلا الدورات أو الدروس المتعلقة بالرقص، استماعك للموسيقى، أي أنواع الموسيقى بتفضلي ترقصي على نغماتها، العربية أم الغربية؟
بالنسبة للالتزام أنا كتير ملتزمة، حتى في كتير مرات إنه كنت أفضل أروح على البلاي من مع المشاوير مع أهلي، هني كانوا يروحوا أنا أقولهم إنه عندي بلاي اليوم بقدرش أغيب، لأنه هذا إشي من حياتي يعني ما عملتوش بتضايق، يعني إذا بسويه كتير بكون مبسوطة. نغمات الموسيقى زي ما بتعرفوا البالي عدة أنواع، في كلاسي وفي مودرني. الكلاسي أكتر يعني الموسيقى الهادية تطلع كل مشاعرك فيها، أما المودرني هي الأكتر حركة حركة. طب قديش بتحس البالي أثر على شخصيتك؟ سواء يعني يبدو واضح أنه هناك في هدوء، في تأني حتى في أي في الحديث أو في الانخراط مع المجتمع، قديش أثرت الباليه والذهاب لهذا النوع من الرقص على شخصيتك؟ أول إشي الصبر، لأنه في كتير أشياء بتزبطش من أول مرة، أنت بحاجة أنك تشتغلي عليها وتضلك تتمرني لحتى تصير وتطلع بشكل تكوني. وتاني إشي أنه لما إحنا بنطلع على المسرح بتنطيك أكتر ثقة بالنفس، لأنه أنا يعني إذا مش فايتة بالي مش راح أتوجه للمسرح، يعني مش موهوب بشي تاني أكتر من البالي. فكتير منطلع حفلات ومن خلالها إحنا يعني تقوى شخصيتنا ومنثبت حالنا أكتر قدام الناس أمام الجمهور. بالتأكيد حاليا الوصول للنجاح أو الوصول للمهارة شيء سهل، لكن الحفاظ عليه كيف ممكن؟ يعتمد على أسسه، معاييره، تمرينه المستمر. كيف ممكن نحافظ على النجاح في مهارة تعلم الرقص البالي؟ الحفاظ هو بس باستمرار التدريب اليومي، وبالذات الصبايا والشباب اللي انهوا التعليم الثانوي انهم يكونوا بفرقة محترفة. يعني في عنا صبايا تنتين حاليا موجودات برام الله اللي عمالهن يشاركوا بعمل هناك، بتمرنوا مكثف من 8 الصبح لست العصر. هاي هي الطريقة الوحيدة انك تحافظ على حالك كراقص او كراقصة باستمرار التدريب. طب استاذة وداد، يعني عمالنا بنسمع بدمج انه هذا الرقص هو للشباب وللاناث، عادة هو ملتصق في الذاكرة انه فقط للاناث، لكن عن مدى تركيزكم على احتواء كلا الجنسين سواء في المدارس او حتى في الدورات او في اي نوع من التمثيل في هذا الرقص؟ حاليا احنا بشكل فعلي عندنا شاب واحد اللي هو بلش بجيل 4 سنين، واليوم هو ابن 15 سنة. باقي الشباب هن بتوجهوا لرأس الهيب هوب والجاز. فمن هذا المحل احنا بنعلم عندنا رأس البريك دانس اللي بيستحوذ اهتمام الشباب، والهيب هوب ومنه بيكون الباب ليدخل الشاب للرقص ليقدر يكمل وياخذ كمان اساسيات مهمه. طب اشرت لمعلومه وجزئيه، ومعظم الحالات اللي اشرتي لها انه تبدا في عمر صغير، هل الافضل للعمر الصغير نعلمه ولا انه يعني من تجاوزه القطار يمكن ان يبدا؟ هو هيك بنقول، من تجاوزه القطار اذا بده يكون محترف ممكن يبلش شوي متاخر بجيل 12 13، بس بده يتعب كتير. يعني بده يكون في تدريبات يومية اللي ممكن تكون 7 أيام بالأسبوع ليقدر يلحق حاله أو حالها ليكون محترف. أما غير شكل بده يكون الإشي كهواية وكموهبة وكاستمتاع وفي له حدود. يعني هذا شيء جميل وراقص معاصر جميل، خلينا هيك شوية ليونة لياقة وجمالية وتعبير عن الروح، ممكن إنه يكون في يوم نروح على الناصرة إن شاء الله، ليش لا؟ إنه شيء جميل، وإن شاء الله بنتمنى بالفعل للشباب والشابات. يعني في خيارات ممكن إنها تكون معارضة من قبل المجتمع، لكن إنه إصرارنا لهوايتنا لموهبتنا قادرين على الوصول للحد اللي إحنا بدنا إياه وللسقف اللي بدنا إياه. بنشكر تواجدكم معنا في برنامج صباح الخير المدربة ومصممة الرقص وداد عطلة، مديرة جمعية الأمل للرقص المعاصر في الناصرة، وكذلك أيضا المتدربة كاترينا شحادة. شكرا جزيلا لكم. من الرقص المعاصر وهذه الفنون الجميلة التي دائما وأبدا لابد وأن نحافظ عليها، لأنها تحمل رسالة فنية سامية وتحمل أيضا عنوان للقضية الفلسطينية، إلى حكاية أخرى من نوع آخر، حكاية تراث وتاريخ، وهي من التقاليد الشعبية، مخبز العموري، حكاية 100 عام حافظت على أصالتها بتعاقب الأجيال
الليالي عليها، فأثبتت جودة الصنع وإتقانه للخبز العربي الأصيل الذي لا يزال يطلبه الغالبية في وقت أعرضت فيه النساء عن صنعه في المنازل. فلنتابع بالتأكيد هذه الفقرة الخارجية التي أعدتها زميلة تسنيم قشروع، تصوير ومونتاج زميل براء عمر.